لا، لأن الحكومة لما رفع الديزيات ما راح يرتفع على أي أحد عنده مناقصة حكومية. يعني أنت الحين مرتبط بعقد مع الحكومة، فراح يعطيك الديزل بالسعر المدعوم القديم. بس لو أنت عندك بيت قاعد تبنيه وعندك مقاول، المقاول اللي قاعد يبني لك راح يرتفع عليه سعر الديزل، راح يرفع عليك السعر. هذا حمل تجاري يعني؟ هذا حمل أصحاب المناقصات الملياريه.